مش الثاني ولا مش الثاني احسن شو لو احسن شو وله اختين رحمهما الله المرحومه جوزا والمرحومه جليله والده القصر جوني داوود. اكمل دراسته الابتدائيه في زاهو، ثم ارسله خوري كنيسه مارجي ورجيز المرحوم الخوري ادوار بيكوما الى معهد شمعون الصفا الكهنوتي في الموصل، حيث اكمل الدراسه الاعداديه مع سنتين فلسفة وسنتين لاهوت. بعدها انتقل إلى بغداد ورسم كاهنا يوم الجمعة المصادف 29/6/1962 تذكار قلب يسوع الأقدس، وعلى يد مثلث الرحمة مار بولس شيخو بطريرك بابل للكلدان في حينها، وفي عهد مثلث الرحمة المطران توما ريس مطران أبرشية زاخو في حينها. خدم في أبرشية زاخو من سنة 1963 ولغاية سنة 1972، وخلالها تنقل في قرى عديدة منها صناط، أمرة، بهنونة، تشتتة، يردة، وألانش. وفي زاخو اكتشف هذا الكاهن الشاب صفة فريدة من نوعها لا يتمتع بها كل كاهن، وهي خفة اليد. في حادثة وقعت له في زاخو سنسمعها منه بعد قليل. ثم خدم في دهور حوالي سنتين في خورنة الانتقال، وفي سنة 1974 أرسله مثلث الرحمة المطران حنا بولس مطران أبرشية زاخو في حينها إلى روما للدراسة، ورافقه في هذه الزمالة الدراسية مثلث الرحمة المطران الشهيد بولس فرج رحو. في روما درس اللاهوت الأدبي في الأنجليكون للآباء الدومينيكان، وكذلك العلوم العربية والإسلامية في معهد الآباء البيض. لدى عودته من روما سنة 1978 عين في خورنة كنيسة الصعود، ولغاية يومنا هذا قدم طوال هذه السنين خدمات جليلة وكثيرة للجميع وبدون تمييز، وكان الأب
والأخ والصديق والمرشد والمعلم للجميع، وله أيضا مواقف مشرفة لكنيسة العراق وأبنائه. احتفل بيوبيله الذهبي مرور 50 سنة من عمره في الكهنوت يوم 29/6/2012 في بغداد بحضور غطة البطريرك مار عمانوير دلي وعدد من المطارنة والآباء الكهنة وجمع غفير. لنا الشرف اليوم أن يكون بيننا هذا الكاهن الغيور والخادم الأمين والأصيل الذي أمضى 50 سنة من عمره ولا زال في خدمة مذبح الرب وخدمة الكنيسة والمؤمنين. لنا الشرف اليوم أن يكون بيننا لنفرح معه ونشكره جزيل الشكر لهذه الزيارة التي خصها لنا متمنين وطالبين له من الرب القوة والنعمة والبركات السماوية والصحة والعمر الطويل لتكمل مسيرته ورسالته الكهنوتية، وأن يحتفل يوما ما باليوبيل الألماسي إن شاء الله. وشكرا يكون فن سالم يو فن يترك هوين سهتاه إلى طبعا شما شطالب طالب رون خالي يعني يمي مع المحاسي لو باب والمحاسي هاد ما مواخي إلى طبعا رون خالي دحبي زايد أنا يقول لي ونهاتا مستهل قال لك استواريخ صحيح إليه خمد يمر يعني كبيرنا خمنا خير أنه أولي بثامة هيدا أنه 50 سنة دبلغ لي اللازل اللي مبلاش حتى بغداد ولي حفلة طالي بغداد اللي أنا متوقع أوديو حفلة طالي يمكن يويها فيديو من نوخي كيبي خادوتني اشتسع ودنا بلقى يمني مثلا سمعي نص قلبي ونص الله ونص قلبي يعني ودنا نازل رقم بعدين تقو رمص 4 لـ 9 بنادي طبعا ببغدا كما انت بامرنا من اعلاها يوقعت نخل استراليا من ايد اعلاها يتوهم قدوم دي دراشن حتى مالبور ودلالي حفلة جمع استفتاج جمع خوراني دي وديوم ديوم مالبور واخر اولي برعاش وحفلة دي بابدا دي ون يعني لازلين بلاش 50 جنيه لازلين بلاش بس لو خمد يامرن تربيتي لمس من اي تشغيلاتي تربيت شغلالي من باب ويمي من عائلة من باب ويمي أنا كمال بلي خد من الناس بار الناس لو دي خد شوها أنا قل لك رابع لو دي خد دي رابع رابع بس مدي جدا لو مدي ولا ناس أبدا مدي ولا ناس مدي بيدي مدي بيدي أدية اليوم اللي ولا وانا نعيشة اليوم اللي خمت شو لعنه أبرها بس اللي مديمة احمد توالي طاقة لو اللي مديمة كولي 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 نعيشة ولا خالي يوم مرجع أبدا أدهاي بيقلو كما عودنا كولي نعيشة أدية أبك زي ونرجع لا رأي لزوم ولا رعبة يمكن مخيط ولي مخيط أشكر أشكر بشاني مخيط لخكمة كمناشة بحكيته بس كفعل يعني كعادية أبدي من اللي ناشي هو يتربية صحيته اتلحق لي وكوكديش اتلحق لي وقشوته اتلحق لي أسار دي يوم من بابي ويمي من عايزة من بابي أنا بقاسي بقاسي بيت أنا وخن سنقطايا أصلاحي وأنا بلدي دي الموصل بس ليلة بدي أما وأنا ناشي يخادم وناشي بداية الإسرائيلية بخيوة يعني أنا بشقة ميري أبونا كمال ومطران دي يفهم قابير دي ولي نخطة أنا مريد مريد ممتاني الإسرائيلية
بس اسهل من ديوا اسهل من ديوا مش قلي فيزا استراليا اسهل فيزا مش بلاي خاي وريز مسمرة قال لك بهنا اعطي مال استراليا بمخازن وعلى اخر ف والإمارة ومعد اللون من دي ناشا يباصخ لا لقى أنا عمري عبيري بعد لا لفن يباصخ كنت راي دي ناشي كبيرة قول الكبير أبو وأسحب مني الناشا اي خبابي رابا وزورا بدرايش دي البخرة بخنا بيو سامية ولدي حتى على شي حيباصخ اكيد يباصخ بدرايش انه استخداي امراي رجناي اكشناي كل ناشا كبيرة يباصخ بشيحة يباصخ دلغة شنو مشيحة بس على هاي المشيحة انا بالنسبة لي بشي البراشة من على هوده فيباصخ يعني شعر سنختاي يجمعي بشمه مراية يجمعي بشمه هي قاعة تخرج من المشيحة على هاي يباصخ يدي ناشي العراق تالي أخا لي ناشي الآلهي لي ناشي لأيتي لي ناشي لي سبيت الدية تقالي دية أصالت لي ناشي لي ها قل لك منو منو على ناطيركم على منتلكم على مشاجعنكم اللي خمدي بس التحذير أيك كنت جماعة اتلا جمعتها يعني نسلاوي اي جمعتها بشو كنت ايتها بدل ايتها لا انا جمعياتها ارسناي سنحتاي امراي ناس دلس مرناي تكبناي اتلي نادي او نادي اي جماعة لما ايش بدل ايتها لا لما ايش كانت خاطر قدو خينا انا مش رو منه اوني جامعة نخا ايتن ايتن وقاشا القاشا بولز غالب قاش بولز براشا اتلقى الليل براشا الجميل غالب مطلب يكون غالب ابونا رزقين غالب إلا خمدي لا برشون رجع نفن جبعت أوفن لا بيش خبرشونا من إيكا أو من غير جماعة سبقوله إننا وابدية وفرديت سوراي دخا هاوي جميع جمعة لي إيكا إيكا فكل بي ضمن لهم كل غاية ريخي غاية بسيمة أو تمحيدة لب مش بس يموت من حيود ناج أطفى بيئة البراية هذا يقول يا خلف أهلا مصر أخوان ولا نعشوت أنا كل بي لو بلد كم حامل أخوان كم نافير أخوان كم سعد أخوان مصار بدلو أنا منتهي بس لا نعشوت إراضي أخوان أبدا لا نعشوت نيه ولو بصوت مصار بدلو على هي يقول لك بهشاني حوالي ضمير حوالي عشون الطاوة برمي أبوه لا بس ما من النايم على هنا طير أخر قبلنا البطران عاصيل بطرق بيداوي كما لا الواجهات ما بشرب بشرب بطرق يعمل الماء يعمل ما يشنبخ يعمل مشاكل ما أنبوه رفائيل بيداويد رفائيل يملا ليوت بيداويد عايد اتخير من مين من اللي تيوت يا من ايه باللون يملا لو اتخير ما يقارينه يا من ايه بيدي السرطينة كمزيد بيدي يقول بيدي السرطينة مش نقع قمع وجيله في بطرة لا مش كلنا بديش
At yamri mani monof khayam magiyon kes khayam marto mapios at yamri kulle besh khamadi mi mapal yerawali mukrasta tarek yamri yamri kula khul khul ma tistaqda ya tani arqa mapalik mapal yami ayad mirani ma sha talib انا مش نقاشة سن شادت اشتيوت ترتي كي ليش هذا بسيمينير يعني اربع صورة والعقد يغلق ميلا لازم تزعر شخص مرعي ذا كي ليش هذا بسيمينير بعدين اشتيوت الله تزلي الزاخو قالك خاشي يوم يوم تنخانا انا بحاسة قلي قوري القاشة ورها اش عمار يقول هي اخا دي من ايوان تيري حق مناشي يبري بيرا الصعورة يا امري ابونا انت الخق اولمبياتا كبير مش حول الله مش حول قربانا قديشا جلا وخدام المترنخانة صيف بابا لن بخا خاش انا امتا المترنخانة انا ليه مش حق بخا وليه ليه اندي خيمش لي اصلا ايه مش لي حق يا ابونا لازم قالوا يا بابا ليه انا السيم صار خمن دي وي قريبا البيت الايدين اصلا بوسيرة يعني دقيقة ما تقول أزلي بريسميقة ولي برالة بزنوتي ليه ولمشي حتى دخي ماشي سألي تخل بيتو درجي وسألي شمو قوقي و ومنصفة سرياني ولي وكالداني أبش أمي احترامات بالنسبة للتفرق أسألي ليه ما مسألي طيخر ومدبدولي مدقاني ودويري ليش لعمل لو شو أنا عم أخوك لي يا مزيان أنا بقول صلي لي صلي لي الله خليه بنخطيو براقة ما بستوت زين بترقانا حروت يعني أنا بروتين دو بيتا عزي قوري الظهر بيتا بشوكة بيتا دو مثل بالشارع أيوة إلا اسمي القالب للصراحة بخايا وير إلا ما إذ يبري قوقي مثلي يا مرة ما نقرأ من كاشا يعني بري هسا طلع يعني بكيو عرب هسا طلع أبونا الجيبي من هوني مشاحو قالي مشاحو هو نزل ومعد أنا أسمي الأولي والأولي برقادة أولي بديتا بخاطة مني بزدوتي ما ودي لين تخمش علي إما قاشي وريل قرر مترخاني قميتا أنا ودات الملل تام قاري رابي جميل قال خالي شغال خاشي وريل اللي بعد قال لك برجال قريبه وصفيقه خير ابونا هاي ما يخلنا يدوخ ما بريد هاي نسخنا يدوخ ما بريد ما يدوخ قللت الى ما بريد يا مرمت لفوقي عبيري شبالك يا تفاي بزدوك بزدوك على ما فيرو على ما فيرو أبو سيما أمونا هذا سبيل حاطار أبو سيما thank you بثيثن بارم يقرأ أبونا جميل نيسان كناشو نشواثو وخحبة بسيمة قلت له استقبال بصراحة خزيلا بأنه بمشي على حاضر ويوا لأن يامر أن هاوي التري أغانا بطلافة وتهاوي لهم بوروثة قد يمشي على حاضر إليه بيناتها طلافة كان إليه برسل وشرانش واسنف زافو هاي بشوف طائفة زافو إلى خليته مع احترامي الكل زافو قتلى خطمة خاص يعني قتلى خطمة خاص بهيمانوثة يخشون مو مدحن يعني لا يخشون ان من التياثة بشرى بهيمانوثة الى منطقة زاخو ببساطة دي
بيمانوتا ديين بحب ديين تيتين وتناشين وخمن ديما فسخانة لي وشكر خلقهم ولبقنا مطولن. وبالنسبة لأبونا جميل مخكيلة وغن كبيرة خاصة شما شطالب كله مخكيلة وغن بخمن دي تيذوتني لي أبونا جميل إيرش كله كانك بغداد دائما للشيخ الكهنة وآوي ومسؤول عنه بكل قضايا صغيرة وكبيرة ودائما آوي جابوه فترة بكل صغيرة وكبيرة كان شكرا. إيوه خلواتا وخطواتا خا عائلة إيوه أخا إيوه كلنا نبدخذ على محيطة إلى مناسبة طالة مناسبة أموخ المخدر دي وخا عائلة تتمقر وشكر ديا شكر ديا مقروخ لتعالها إلاني هي خدمة ربطة أدود لأبونا تأيت دي وتمشي حالة كلا فهذا عائلة إلى بصختة دي وقلنا بصيخة مخدر دي ودخد ميرا من جميل تمشي حالة بصيخة كديت بصخوتة أكيد إلى حشانة أكيد إلى حشتة مرفوس إلى مرة بصوخن متفصخي وبقوا متباخي فأيو خبصيخة من نوخن أيو خبصيخة من نوخن ديوت أنا بصيخة من أبونا جميل وأنا بشمت باب المرعيش لدخل ميري وبشمت باب أخذ كهنة أخذ باك بشمشاني مقر وشكر دي المريا لها لاني ليا خمشي شنة خدمة يعني تخرج النصف قرن نصف قرن ترى ليلة قصها نصف قرن هناش خادم يعني خمشيش ان تراي قورة وقتها بيشي مخدر الى عجيبوثة يمكن ها؟ الى عجيبوثة قورة وقتها خمشيش ان بيشي مخدر هو زونة ها؟ بس ابونا جميل خمشيش ان وخيرخة وخيومة تراي ماتها خمشيش ان وخيرخة وتراي ماتها اخدم لهم شي حاج اوكي؟ فكامر ايش عقيم قاليون كامر كن مقيم النوخن كن قاون النوخن تنزالوخن أقمتكم لتنطلقوا وتأتوا بثمار ويدوم ثمار وتدوم ثماركم أعتقد أي عبارة مختصرة أو كل أي قصور هديا أديه خبصاخا من أمونا جميل ومن كل أخوان 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 ديوه كل أخا عائلة طبعا استفتاعي شلان شاي ومرأي كل تطمير أمونا جميل خاوف ايتا الى بحيث كلا نخا فا اي بصوتة دي الى ربتا وانا شكر مريعة لها لفخت بنتا ادود لابونا جميل الى اخونا انكو كانوا يبي امرا الى دخبرون وان بس من اخونا دي وكو كانوا ذا ايخو بصيخة ومتمنى بشم موخن تا ابونا جميل مو بس اخوتا دخد ميرن اللي يوبيل الالماس بخيلة مريد دخد ميرن شماشة طالب ويوبيل اللي دخد يمرخ الامة ان شاء الله أهم شيء سأقول ثقب أبونا جميل وأمانة توفة الطريعة لها ناطيرة وأيما قدش مريم دينا شناية شفيعة دي تستختاي أيما قيمة مريم شناية آية من طاري وآية طالبة من مشيحة كل بركاتة تدخل منت دائما هوية مرطيري ودائما رخش القامة فأبونا جميل تهانينا طالب من أقوات التطوير دي جميعها وكل بركاتة طالب لها مبارك وناطيرة وناطر كل استختائي كل جماعة دي انقو قو سيدني وقو استراليا على مبارفنا في الناطيرة وشكرا طالب
صورة معنا.